أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في معنا مجاهر مميز بصراحة، الأخ سالمان هاتم. خلونا نرحب فيه أول شيء. أهلا وسهلا فيك أخي سالم. أهلا وسهلا أخ جان، ومرحبا لك. اسمح لي بالبداية أن أصلي وأسلم وأبارك بسيد المرسلين، أول وآخر المرسلين، العقل البشري، وأقول لا إله ولا الله ولا محمد ابن آمنة رسول من الله، وإنما عقلك يا إنسان هو مخلصك الوحيد. تمام، طول بالك شوي، طول بالك على محمد. جايين عليه جايين عليه. أخي سال، نحن تعودنا بس بالبداية بطاقة تعريفية بسيطة هيك عن شخصك الكريم، إذا بتحب تفضل. شكرا لك. ولدت في الشرق الأوسط في العراق من عائلة يقال لها مسلمة، تميل إلى الشيعة، لكن من أب أسميه يعني ملحد مسلم، لم يؤمن بالإسلام إطلاقا، وأعتقد هو اللي أثر علي. كان في لا يوجد في دارنا في بيتنا أي وجه ديني في البيت، وأم شيعية أعتقد لا تعرف، تعرف أنه تصلي كالشيعة ما يصلي، يعني تجمع الركعات كلها في يوم مرتين أو ثلاثة. وأعتقد تعرف أنه في إله ونبي اسمه محمد، وفي علي وحسين والكاظم والعباس. She doesn't يعني لا تعرف أي شيء آخر عن الإسلام. ولدنا في عائلة بسيطة، ترى أنا في البلد كان صدام حسين في حينها يسيطر على البلد، وكان يعني طاغوت كبير. وترعرعت وسط يعني أهلي وأخوالي اللي كانوا شيوعيين، فكنت أسمع أحاديثهم يعني عن الغرب وأوروبا وحرية الحرية الفكرية وحرية الإنسان. وكان أملي يعني فعلا أنه تصبح بلداننا كما يعني كأوروبا أو كأمريكا. لكن بعد فترة وجيه يعني فترة بسيطة جدا، عرفت أنه من المستحيل أن يحدث هذا ما دام البلدان الناس ساقطة تحت الاحتلال الإسلامي. لا يمكن أن تتقدم هذه البلدان، ولهذا السبب I think بدأت محاولاتي بالخروج من هذه البلد وأنا لساتني فتى صغير في المرحلة المتوسطة. بعد يعني عدم المؤاخذة المقاطعة، يعني رح نجي لهالمسائل هي وحدة وحدة. يعني هلا بس احكي لنا عن نشأتك، كيف تلقيت الدين، كيف كنت تنظر للدين بطفولتك، الجو اللي حواليك، هالمسائل الطفل اللي تلقاها بدون أي مناقشة، بدون ما يفكر فيها، بدون أي الشكل الإله، خلينا نقول اللي كانت تتصوره بعقليتك. يا ريت تحدثنا عن هالأشياء هي. تفضل. أكيد أنا كان عندي صراحة بدي ألقي تحية على الهواء لبعض الأشخاص اللي أثروا فيه كمان، يعني ممكن بعدين أجاوب على السؤال. تفضل تفضل. أوكي، أولا أحب أحيي كل السيدات، كل النساء اللي ظلمون الإسلام، اللي ظهروا على هذه الشاشة وشاشة البط الأسود، أبطال الداخل، نساءنا جميعا. يعني صراحة فخر، أكون فخور إنه أحصل صداقات من عندهم، من الأخت منى حسين إلى الأخت ماجدة المشلب، خلود بارعيدة، فاطمة كريم، مرام شاي، ميساء، نوال السعداوي. وفخر الشرق الأوسط الدكتورة وفاء سلطان. وفاء سلطان بعثت يعني سميت تسمية صراحة قبل سنتين أو ثلاثة على خلفية معاملة المرأة المسلمة، فأقول إذا كانت المرأة المسلمة بنصف رجل فوفاء سلطان بألف رجل. أما الخوات منى حسين وماجد المشلب أميل لهم شوي لأنه جاي من العراق، ولأول مرة أسمع أنه
طرحوا مواضع جميلة جدا وجريئة جدا، فأنا جدا فخور بهم. أبطال الداخل أحمد حرقان، أكبر بطة سودة، وإسماعيل ومدماتهم كمان، يعني أحييهم على الشجاعة الفائقة يعني على ما يمارس ضدهم من اضطهاد وإجرام. الأخ إسلام إبراهيم، رشيد عنتيد، أستاذنا الكبير السيد القمني، نضال نعيسة، خلف، أخونا السعودي حمود، وعبد العزيز القناعي، وآسف إذا لم أذكر الأسماء كلها، يعني صراحة أسماء كثيرة. وسلام وتحية خاصة لأستاذي ومفكر الكبير كريم العبيدي، الدكتور حامد عبد الصمد، دكتور جورج بول، خلدون الغانمي، ومولانا ملحد مصري، يعني لهم دور كبير. وأنا صراحة يؤلمني كيف لأخواننا في مصر أو في الشرق الأوسط يستمعوا إلى شيوخ الجهل ولم يستمعوا إلى القمني وحامد عبد الصمد. شكرا، وآسف إذا لم أذكر بعض الأسماء، هؤلاء الناس يعني أنا مدمن السماع إلى أفكارهم. شكرا لك سال، بصراحة أنا أضم صوتي لصوتك وأحييهم جميعا، يعني رموز للفكر التنويري، وأنا مثل ما قلت يعني أحييهم مرة أخرى، وبتمنى لهم النجاح والسعادة والأمان. أؤكد سيذكرهم التاريخ صراحة، هؤلاء الناس سيذكرهم التاريخ بكل تأكيد بكل تأكيد. طبعا أصدقائي أنا راح أفتح السكايب بعد شي نص ساعة، يعني تقريبا نص الحلقة، والسكايب العنوان السكايب موجودة بالدسكريبشن تحت الفيديو، jan.burro2. يعني أنا بتمنى إنه الشباب يشاركونا، وفي وعدونا شباب يشاركونا، وأنا أظن الحلقة ممكن. أنا نسيت اسم يعني مهم جدا، تفضل. تحية خاصة وكاس للنبي سام الذيب. أكيد أكيد، وهي كاسي أنا دكتور سامي. شكرا لك نبينا سامي، بصراحة يعني هو I love him. نبينا بدون أي نقاش، يعني هو الأول والأخير. أنا سعيد جدا بنبينا سامي. طيب أخ سال، تفضل وحكي لنا عن مرحلة الطفولة، مثل ما ذكرت كيف مرحلة الطفولة، كيف تلقيت الدين، كيف أهلك مثلا علموك الدين، حواليك قرايبك، المجتمع عموما، تفضل. أكيد الدين لم يكن موجودا في عائلتي كما ذكرت الذات، يعني في ذلك الوقت. الآن الأمر تماما يختلف، لكن أتذكر حادثة كان أحد أقربائي في نفس العمر، كنا أعتقد في الابتدائية، فهو من يعني كل تفكير أنه بده يحصل حسنة فيه، أخذني يعني تعال أعلمك الصلاة في الجامع. فهذا الحادث أتذكر، فأنا صراحة مش حاب الجامع، بس كان الظهيرة إحنا ننام الظهيرة في البلدان يعني القيلولة، فكان يعني كولد صغير يعني بدي أطلع يعني أروح أشوف الجامع، أو يعني بدي أطلع هيص. فأخذ الجامع فقال تعال أعمل هيك تعمل الركعة والسجود، وأنا أعمل ما، بس مش مقتنع. وبعدين لما خلص، وهو هذا اللي جذب انتباهي، صار يعمل الدعاء، يعني تعرف بعد ما يخلص المسلم الصلاة الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا. لا لا لا. فأنا صراحة طلعت قلت له هي أنا يعني ما عمل الشيء غلط، أنا ما عندي أي ذنب، ليش ما بدي أعتذر يعني. ما قال لا أخرس أنت. قال بس كرر وراي وخلاص. قلت له لا، وأنا قمت صراحة، وذاك اليوم ما حبيت الجامع بالمرة، وكنت ما أحب الجامع. بدايتي مع الإسلام كان يعمل، وتحت ضغط صدام كان يعمل الشيعة مراسيم عاشوراء بالخفاء، فتعرف الجوارين يدعون بعضهم، فجتني فرصة أخرى أتعرف على الدين. فكان صراحة يبهرني لماذا هاي العالم تبكي، يعني البكاء والنحيب واللطم على الرأس
فيحكي انه هذا هيك انا الحسين وقتل في كذا وكذا. طيب ما العالم عم بتموت يوميا، لماذا هذا الرجل 1350 سنه ago ليش؟ فلم اقتنع بهذا ايضا. وبعدين في المتوسطه اعتقد لما بدا صدام يقنن الشباب يعني تدريب عسكري ولسوء حظي وسقطت في يعني في مجموعه اسلاميه، مش إسلامية مثل لما يكون الآن، بس لكن يصلون ويصومون وهذا الأمر. فكان رمضان وأنا الوحيد اللي لا أصلي ولا أصوم، فشفت يعني كراهية من عندهم. بنفس الوقت قلت شينوات خليني أقرأ القرآن، يعني ممكن I missed something، يعني ممكن أنا فاتني شيء ما تعرفتش عليه. فقرأت القرآن صراحة لم يعجبني بالمره، يعني هراء هراء، يعني مستحيل اؤمن بهذا الشيء، ومستحيل يكون هذا الهراء من كلام من الله، هذا اذا في الله. يعني خلي اقولها بصراحه، الاسلام فيه من القباحه انه لا استطيع ان اقبله. بعدين يعني رميت الكتاب وطصفي، يعني لا استطيع. انا اعتقد الايمان في القلب، يعني مش تقرا كتاب في الاجبار تعال اشهد ان لا اله الا whatever. وبعدين صرت ابحث يعني السيره النبويه، ما احبها بالمره، فأرث يعني رجل ملوش في الايمان بالمره، يعني محمد، وبعدين نظرية اسم محمد إذا بدك ندخل فيها بعدين. فتعمقت بعدين يعني بعد أحداث بعد ترك الشرق الأوسط ووصولي إلى أمريكا، وبدأت أتعمق زيادة خاصة بعد أحداث سبتمبر، ووجدت الكثير من البلاوي والمآسي. وبعد يعني تركت العراق بعد محاولات كثيرة للهرب وأنا ولد صغير، يعني كنت عن طريق تركيا وعن طريق سوريا، يعني أخيرا بقى يعني صعب النجاح وتركت العراق وعشت في كم بلد عربي ما يسمى عربي تحت الاحتلال الإسلامي. وهنا تأكدت أن هذه البلدان لا يمكن أن تتقدم، لا يمكن بوجود الإسلام. إذا أي واحد عنده أي شيء ضد هذا الكلام، السعودية وقطار الخليج لولا وجود النفط البترول صدقني لكانت الكعبة كما كان شكلها القبيح السابق، وكانوا في مع احترامي كل شخص في الجزيرة، مع احترامي الشديد للكل. فبديت يعني بعد ما وصول الأمريكا وصارت الأحداث صراحة أحداث سبتمبر، وما كنتش مقتنع أنها مش الإسلام، بس بعدين ظليت أبحث دخلت بالسيرة النبوية وفهمتها وفهمت القرآن وما يعلمه هذا الدين تماما. يعني أنا مؤمن أنه الإسلام مرض عقلي يمكن الخلاص منه بس بصعوبة، أما سيرة محمد وأحداثه وتعاليمه لا يمكن السكوت عنها. سال برأيك أنت، يعني أحكينا عن سيرة محمد، الشيء اللي بتحب تحكي عنه بسيرة محمد، شو هي اللي بلفت نظرك أكتر الشيء بسيرة محمد؟ أحكينا هيك. أحكي لك إيه ولا إيه يا أخوي؟ اللي بدك إياه، يعني شو أول شيء أنا بدي محمد itself. محمد يعني في هو اسمه، أنا يعني متأكد تقريباً 95% متأكد أن اسم محمد ليس بمحمد، قثن بن عبد الله، أبوه غير معروف، أمه آمنة، ولد حتى ولادته يعني مشكوك فيها. العرب في ذلك الوقت يعني يرضعون أطفالهم ويرضعون الرضيعات سنتين ويرجع لأهله، بس آمنة رجعته كمان سنتين، مش معروف الأب. محمد أنا عندي نظريتين، طبعا كلامي هذا مش مقدس، هذا عن رأيي الشخصي بعد دخول عميق
في هذا باي ذا واي كلها هذا يعني خلفية كتب إسلامية لم أتي بأي شيء من الخارج كلها إسلامية. محمد النظرية الأولى which is عرفتها من المسيحيين صراحة لأجل أن يتزوج هذا الشاب من الإمرأة الغنية التاجرة خديجة يجب أن يتعمد ليصبح مسيحي وسمي معمد. هاي النظرية الأولى، أنا كلام غير مقدس كما قلت، أنا في فكري هذا. فمعمد هو الشخص الذي تعمد وتزوج هذه الإمرأة خديجة اللي سمي فيما بعد قدس وسمي فيما بعد محمد، نظرية الأولى. النظرية الثانية، محمد أصلا اسم مسيحي كان يطلق على السيد المسيح من 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 يعني يحمد ويمجد. ومحمد إيفن لم يذكر في الفترة المكية في القرآن، يعني نبي بهذا الثقل آخر الأنبياء، لماذا لم يذكر في الفترة المكية؟ لماذا كل هذا التعتيم على خلفية محمد؟ السعودية الآن عندي يعني صراحة دعوة للمهلكة العربية السعودية. You know السعودية منعت منعاً باتاً أي بحث علمي في أرض الحجاز، لأنه في حديث لمحمد، أوراقي راحت بس في حديث لمحمد يقول أمر الله الأرض بأن لا تأكل الأنبياء، يعني لما يدفنوهم يجب أن يبقى كما هو، لأن أنا وأنت نروح يعني تأكلنا الدود وننتهي، بس الأنبياء لازم يظلوا. هذا حديث صحيح موجود في المراجع الإسلامية. طيب، هذه دعوة للمهلكة العربية السعودية، وأنا أول من يؤمن الآن إذا فتحت العربية السعودية باب البحث للعلماء مش لشيوخ الجهل وأظهروا جثة محمد كما يقولون عنها، يعني لم تأكلها الديدان ولا، أنا أول من يؤمن. فهذا يعني محمد يعني هو أصلا يعني طعن في نفسه في هذا الأمر، والسعودية يعني هي مولد الإسلام، فلماذا لم يظهر هذا الأمر؟ لماذا لم، هي عالم أن فتحنا قبر الرسول وهذا الرسول في دشداشته وفي جلبابه ولحيته وهكذا، وسنؤمن، بس لما تجيب لي القرآن وخرافاته والحمار الطائر والهذا، نو لا أستطيع الإيمان بهذا. ساعدني بالأسئلة لأنه أروح أضيع بأفكاري. أكيد أكيد. طيب خلينا نرجع على أسئلتنا، يعني الشك، أنت كيف بدأت بالشك؟ يعني مثلا وقت الشك، أنه صرت تشك، أنه بحكينا بالتفاصيل، أنت حكيتنا شوي بس ما فصلت فيها. يعني الشك، أوكي أكيد الشك صراحة في قسوة هذا الإله، يعني أنا كنا يخوفون، تعرف يعني تربيتنا ظالمة، يخوفونا في جهنم وفي إله في السماء وشواية كبيرة في الفرن هذا الكبير يحرق وما أعرف شو يحكله، يدخل خازوف من هنا ويخرج من هناك وعذاب القبر ويعني الرعب. فأنا يعني لا أستطيع، you know أنا بعدين يعني أشعر أنا فت في البوذية، المسيحية والبوذية والهندوسية لحد الآن أعملها طبقها، يعني ليس بال للبحث عن إله، لكن طقوس وبدي أتعرف وسيخ أخيرا. ما في هذا الرعب الخوف من هذا الإله. بعدين في النبي وسيرة النبي الضحوك القتال، أي نبي هذا ضحوك قتال؟ يعني أنا أتصور شكله صراحة، يعني ضحوك قتال يعني يضحك ويفرح في قتل الآخرين. سيرة محمد يعني الغزوات الفتوحات الإسلامية الغزوات، و يعني الشك بدأ من أول، أنا لم يعني لا يوجد يوم أنا أتذكر عمري ما قلت إن أشهد أن لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، لم أذكر هذا إطلاقا في حياتي.
كل ما صراحة كل ما أتمعن يعني أبحث أنزل أكثر عمقا في الإسلام أزداد اشمئزازا منه. وأنا حتى يعني عندي نصيحة ممكن أذكرها الآن أو بعدين، صراحة أنا أعمل الشغلة أنا تجربتي، أقرأ السيرة النبوية من عدة مصادر، بدل أن تقرأ اسم محمد اشطب محمد وحط، أنا حطيت أتريس أنت حط اسم آخر، أنا متأكد بعد قراءتك هذه السيرة ستتأكد أن أتريس إنسان ساقط منحط مجرم مبتذل معتوه بكل معنى الكلمة. لكن المشكلة في البلدان الإسلامية تقديس الإجرام، تقديس هذا المجرم وأصحابه. قصة عائشة صراحة يعني من الأمور التي قززتني أوصى من هذا الرجل وأصحابه. تحب أفوت في التفاصيل يعني؟ تفضل. أوكي. إحنا دائما نذكر أن الرسول تزوج من عائشة وهي في التاسعة. أنا بعد بحثي الطويل أنه أخذها في السادسة ولم تستطيع يعني ممارسة الجنس معه لأنه طفلة، فانتظر الشخص لحد التاسعة، بس بين السادسة والتاسعة لم ينتظر هباء، كان يمارس المفاخذة معه. وبعدين المفاخذة نحكيها بالعربي الاحتكاك، يعني آسف المؤاخذة، يعني يضع قضيبه في أفخاذها بين أفخاذها ويمارس معها. هذا نبي من عند الله؟ هذا واحدة. بعدين الأمر الذي لم يذكره ولم ينتبه عليه المسلمون، وهذا يعني رسالة لكل أب، من هو هذا الأب اللي هو أبا بكر؟ من هو هذا الأب الذي سمح لشخص آخر أن يمارس الجنس مع بنته في السادسة أو الثامنة أو السابعة أو التاسعة؟ فهذا يعطيني أنه هاي الشلة، يعني إحنا شايفين في كل، أنا شفت في عدة بلدان في مكانات فيها يلتقز الشباب الصاغط، فأنا أعتقد وهذا أنا يعني كلامي كما قلت غير مقدس ولا أنا رأيي الشخصي، هذه شلة ساقطة. يعني كيف لي رجل، أنا أب وأنا أعرف إنه البنت تتحمي في أباها وأخوها، فكيف لهذا الأب اللي هو أول خلفاء المسلمين، أربط هنا رجال، في صفقات يا أخي، يعني أعطاه بنته في سن السادسة، فالمسلمين يحكوا لا تزوجها في التاسعة وكان جسمها كذا ويعني كانت بالغة، وأنا أقول لهم shut the fuck up، أي في التاسعة تزوجونها؟ يعني كان هذا الرجل ينام مع 30 امرأة في اليوم، يعني أثار انتباهي كيف كان يغتسل ويتوضأ يعني in between ما بين الممارسة الجنس مع النساء والتوضع والصلاة ومقابلة جبريل وهذا، ما ولا كان في شاور ولا كان في وهم أصلاً ساكنين في الصحراء، يعني نظرة عقلانية. فهاي واحدة من الأمور اللي فعلاً قززتنا، فكر في الأمر، من هذا الأب الذي يسمح اغتصاب ابنته من شخص عمره في 50 51؟ كوارث أخرى يعني يعني أمر آخر، الإسراء والمعراج حجة المسلمين. أوكي، أين الإسراء والمعراج؟ كل ما هنالك سورة الإسراء، وأصل هذه السورة اسمها سورة بني إسرائيل، غيروها المسلمين فيما بعد. وبمناسبة ذكر الإسراء والحمار الطائر، فأخذ كأس آخر. صحتين. أنا بس بدي أحب أذكر أصدقائنا إنه راح أفتح السكايب كمان شوي، ويا ريت أتمنى مشاركتكم. تفضل أخي سالم. يس. طبعا هنا محمد فند
رجاء الأخوان المسلمين، أنا ليس ضدكم ولكن بس فكروا في الأمر. محمد طار إلى السماء، يعني في قصتين، هو كذب نفسه، راح للقدس وما ما كان في بيت المقدس، ما كانش في بيت المقدس، بعدين طلع إلى السماء. Now, ناسا وكالة الفضاء الأمريكية لما قالت احنا راح نروح للقمر بعد محاولات كثيرة وفاشلة ونجحت، طلعوها في التلفزيون وصلوا إلى القمر وحط العلم هناك. طيب محمد معجزته كانت في الليل على حمار مجنح براق، يذكرني بالرئيس الأمريكي الأهبل براك أوباما. yes. فراح للقدس وما فاك ما كان في بيت المقدس. وبمناسبة بيت المقدس اللي يعني يفخر به المسلمون، يعني يا عيب الشوم أنه كنيسة سرقتوها حطمتوها وسرقتوا القبة، يعني المسلمين سرقوا الكنيسة حطموها سرقوها، سرقوا القبة، القبة الذهبية تبع بيت المقدس، وعملوا فيها بناء آخر وقالوا أنه هذا بيت المقدس. يا عيب الشوم عليكم. ولما محمد هاي بعدين يعني أعتقد في الخليفة الأموي الخامس عبد الملك بن مروان، أعتقد يعني هذا كان 95 سنة بعد وفاة قاسم بن عبد الله محمد AKA. وهي واحدة من الناس أو الأمور يعني أنا يعني واحد يفكر بيها بدون قدسية، راح للقدس وباي ذا واي ما كانش قدس بالمرة، إليا إليا يعني ما كان في قدس، قدست فيما بعد. وبعدين لما راح محمد عرج إلى السماء، ألم يشاهد كروية الأرض؟ يعني سؤال للمسلمين لما صعد، لأنه you know بعد عدة كيلومترات، بعد عدة كيلومترات في الفضاء بإمكانك أن ترى كروية الأرض، أما إذا تروح للسماء السابعة كيف لك أن لا ترى هذا؟ ركبتين الآن هنا. بعدين سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، أنا ما أتذكر سبحان الذي أسرى بعبده من البيت whatever الأقصى البيت الحرام، وخلص الحديث كل السورة على بني إسرائيل. يعني محمد عن يثبت قصة اليهود مع حب الشديد واحترامي لكل اليهود من أشرف الناس، يعني محمد أثبت ديانتهم. وبعدين مين هو عبده؟ ما ذكر هذا الإله مين هو عبده، سبحان الله يسرع. وبعدين القصة الحقيقية هو إسراء بني إسرائيل من جبل تور وجبل آخر نسيت اسمه صراحة، جبل الماء، لا أنا لا أحفظه يعني. محمد أكد قصتهم، هو أحسن ما تحفظ الأسماء هاي بصراحة، يعني شيء مطعم للدماغ. وهذا هو يعني يعني على المسلمين رجاء فكروا فيها فيما تقرؤون، شيلوا يعني ارفعوا هذه القدسية من هذا الإله ومن هذا النبي، اقرأوا ما يتشاءون، يعني شغل مخك. I don't know. أخلي الصراحة سالي، يعني للأسف المشكلة أنت عم تقول فكروا بما تقرؤون، المشكلة لا يقرؤون حتى يفكروا بما يقرؤون، يعني I agree with you. صحيح، هاي المشكلة. طيب سالي، يعني أنت وقت وصلت لمرحلة أنه خلص الإسلام شيء ديانة، مثل ما بقولوا ديانة ليست ديانة خرافية، خلينا نقول ديانة تدعو للقتل وديانة إجرامية، فكرش بديانات أخرى تدرس مثلا أو تعتنق، حتى مثلا المسيحية هي الأقرب للشرق أوسطيين خلينا نقول بعد الإسلام يعني؟ كنت صراحة أتسلل في ذيك الفترة للكنائس الموجودة في مدننا، وأنا في أمر هون أنا يعني شغلة الرب إنه في إله
انه قاعد اليوم ويفكر يعمل جان وخلقه وعمل عيونه وما اعرف شو هاي الشغلات، وبعدين بعد لحظه خلي اليوم اعمل بعوضه وانزلها، وبعدين بعد لحظه اعمل حصان، وبعدين اعمل شخص اخر، وبعدين سمكه. I cannot، يعني لا استطيع هضم هذه الامور. يعني شغله الاله انا خلصان من عندها، يعني لا استطيع ان اتقبلها. يعني كيف ان يخلقك ويخلقني ويزدك في الارض ويبعث وراك الفيروسات والبكتيريا حتى تتمرض وحتى تموت. وفي امور اخرى، يعني الخلق عموما، هاي الراندمنس، العشوائيه الموجوده في الكون، انا لا اعتقد في وجود، لا اعتقد بوجود اله خالق. راح اجي لجوابك. بتذكرت انا في يوم ما كنت في العمل والتقيت في مع رجل هندي من الهنود الاصليين، مسيحي، وكان له يعني الذيل البونيتيل. وصراحه سالته، انا احب اسال هذا الامور، قلت له ما what do you think بعد الموت، لانه تراثه هندي روحاني ومسيحي. فأتذكر جاءني إجابة يعني فعلا حلوة، أنا أحببت الإجابة بصوته، إنه صوت ضخم، فيقول يعني فأتذكر يعني يحكي God forgot about us، يعني الإله كان يلعب فيجي على الأرض لعب شوي. يعني أنا أقسم لك بأنه هذا جوابه، هو مقتنع فيه، وكنيسته يعني مقتنع بهذا الأمر، فكان يلعب خلق هذا الأرض وما أعرف شنو، بعدين هذا هو الكون كله له، فخلص يعني راح ونسانا. احنا هون احنا كنا رايحين للجنه، كنا اولاد الله، ف dont worry يعني. فقلت له واو، يعني ودي انا حلو، انا احب هيك يكون، يعني والله نسانا يعني خلص راح، يعني بعد ما يرجع ما يرجعش خلص. فهذه نرجع للاديان الاخرى. كنت اتسلل للكنائس، وصراحه الشغلات الروحانيه احبها، و الجوامع لم أحبها أبداً، وكن صراحة كنت أكرهها، أتقزز من عندها. كنت أروح هناك يعني آسف للكلمات للتبول أو التغوط في الجوامع في الشرق الأوسط، لا أحب أدخل الجوامع. وحقيقة بصراحة هذا الشغل الوحيد يعني من ممكن نستفيد من الجوامع والكنائس للأسف، لأنه ما عندهمش ماكدونالد ووجبات سريعة حتى واحد يا فأحببت جو الكنيسة، ويعني التراتيل حبيتها بشكل. وأنا صراحة أحب السيد المسيح، يعني أقدسه وأحب شخصه، أحب شخصه، لكن لا أستطيع. أنت منشق عميل الله. لا أستطيع الإيمان بوجود إله، تعالي مو I don't know، بس يعني هيك صار نظري. ويعني بعد فترة سألته، يعني صراحة سألت كثير من القساوسة ويجاوبوني، يعني بدي أعرف من هو الإله، إجابتهم لم تقنعني. في يعني على سكني، يعني بالنسبة لسكني في كبرى المدن الأمريكية، جميع الأديان موجودة هنا جنبي، جميع الأديان. فدخلت على البوذية وأحببتها، أحببت التأمل. يعني البوذية الناس مسالمين ويعملوا سيشنز تأمل، يو نو المديتيشن، فأحببت أروح يعني بين ويكند وأخرى أعمل مديتيشن. وبعد فترة دخلت الهندوسية also، وأحببت الهندوسية ما فيها من المرح والأغاني والأناشيد والتأمل. بس لما سألتهم، يعني رحت على الكاهن وسألت على الرب ومين كريشنا ومين دول الآخرين، صراحة شرح لي كثير، بس قلت خلينا بعيد، أنا بس أحب أروح المهرجانات اتبعهم. ويعني شغلة مرحة صراحة، يعني أحببتها، ولحد الآن أروح مهرجانهم جاي الشهر القادم. والسيخ لم أدخل فيها كثيرا، لكن عرفت أنهم جنود الله في الأرض، بإمكانك أن تسأل أي رجل سيخي على مساعدة أو help، وممكن يطرح أي شيء في الأرض ويجي يساعدك، وهو هذا واجبهم في الأرض. الديانات كلها مسالمة وبسيطة، المشكلة في الديانة الإسلامية فقط.
أنا أكيد يعني راح يحكوا الناس إنه يس كل الأديان عملت أخطاء الفترة المظلمة في أوروبا، في اليهودية، في المسيحية، في 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 نعم اعترفوا بأخطائهم، تعلموا من أخطائهم، تجاوزوها وفتحوا مرحلة جديدة ما عدا الإسلام. الإسلام كلما تظهر حركة إسلامية بدهم يرجعوا إلى القرن السابع، ذلك التخلف وذلك القرف الصحراوي. للأسف. طيب سال، يعني أنا اللي فهمته منك أنت ملحد فطري مثل ما بقول، مثل حكايتي يعني أنا كنت ملحد فطري، و يعني خلينا نقول الإجهار بالإلحاد. أنت كيف كانت إجهارك بإلحادك مثلا؟ كيف كنت عامل الناس مثلا؟ أنا بالنسبة لي لعمر 25 أو 30 تقريبا، يعني لما كان مثلا أصدقائي يجيبوا لي سيرة الدين كنت أهز رأسي وأمشي حتى ما أناقشهم، لأنه يعني بدنا ندخل في مجادلات واحتمال يعني تصل لشتائم وخلافات. يعني أنت كيف كنت تجهر إلحادك؟ يعني كيف كنت تتعامل مع الناس اللي حواليك؟ تفضل. شكرا لك. في البداية صراحة وخاصة في الشرق الأوسط، لأن كنت في شاب يعني يافع في الشرق الأوسط، تركت بكير فما كانش هذا الأمر يهمني ولا يهم الآخرين، ولم صراحة لم يكن ذو أهمية، أنا في حالي وخلاص، لا أسمع جعير لا مآذن ولا هذا، ماليش يعني الناس تصلي تصوم وتبقى ما ماليش فيهم. تحدثت مع ناس في هذا الأمر، تعرف لما تتحدث مع المؤمن وخاصة المؤمن المسلم يتزمت ويتوتر immediately، يعني لأنه هو عند الحل النهائي والكلام الصحيح وإله الرب، يعني كلام الرب. فيمكن زي ما فعلت أنت يعني تجاوزتهم، لا لي في أي دين ولا أحب أن ولا أناقش، لكن مع مرور الوقت وخاصة بعد وصوله إلى أمريكا، صراحة يعني النقاط اللي أحب أذكرها للشباب اللي في البلدان الساقطة تحت الاحتلال الإسلامي، يعني الأشياء اللي يفقدوها مع هذا الاحتلال، فظلت يعني لا دين، يعني أنا لا أريد دينا ولا أريد ربا ولا هم يحزنون. إذا الإله فعلا موجود فممكن أعطاني مخ يختلف، لا أستطيع أن أراه يعني. لكن بعد 11 سبتمبر بدأت كنت أقول مين دول يعني، معقول؟ أنا صراحة أتصور لأن هنا طلعوا في يعني في الشاشة، قربوا الكاميرات إنه هذا الشخص أحمد محمد عطا، I think محمد عطا شيء من هالقبيل هذا، yes I think هذا الاسم يعني. ورجوا صورته في الوجه إنه رايح في العمارة هاي في World Trade Center يعني في البناية، وهو تصور أنت يعني في سرعة 500 كيلومتر في الساعة في متوجه إلى بناية. فأنا صراحة شد انتباهي، لماذا هذا الشخص، لماذا هؤلاء يعملون هاي الأمور، كيف لهم يعني؟ وبعدين قتل الأبرياء هذا أمر آخر. فبديت صراحة أفكر في الأمر وتعمقت شوي شوي يعني تأخذني الأمور، وجدت أنه عقيدتهم هو هنا، تعمقت أكثر في السيرة النبوية صراحة، فوجدت أن تعاليم محمد كلها إجرامية، يعني أقتل كل قتل وقطع الرقاب، وهذا ما تفعله داعش الآن الإسلامية. وبعدين يعني تأكد يعني أمر أكيد أنه هو هذا الإسلام الحقيقي وهذه هي تعاليم محمد، ولا يمكن لا يمكن هذا الكلام أو هاي الأفعال تكون قادمة من إله، لا يمكن. للأسف الشديد أخي، للأسف الشديد. أصدقائي أنا كمان 5 دقائق تانية راح أفتح السكايب وبتمنى مشاركاتكم وتعليقاتكم. على كل حال وصلني تعليق أظن بقول طاهر بن طالب، مستقبل الشعوب العربية من وجهة نظرك؟ آسف، أول شيء خلي أقول في أنا أعتقد في حدين هون، إذا يقبلوا السكوت
والركوع لهذا المارد الإسلامي، فلا يعني لا تتأملوا خيرا. في رأيي في نظريتين، أما يخنع ويسقط تماما تحت احتلال إسلامي مثل ما العراق وسوريا وليبيا ومصر كلها معظمها، أو تبدأ الحركات الآن. يعني أنت أشعلت شمعة يا جان، أحمد حرقان أشعل شمعة، وإسماعيل ومنى وإسلام والنضال وخلف القناعي، في بوادر خير. وأحب أن أذكر هنا يعني صراحة تعلمنا الكثير، الحريات تؤخذ ولا تعطى. لا تتوقع شيوخ الجهل يعطوك حريتك بهذه السهولة، الحريات تؤخذ. وفي مثل أحد الرؤساء الأمريكيين السابقين توماس جيفرسون يسد، أحب الحياة الحرية الصعبة ولا العبودية السهلة. فأنتم الشعوب تقررون صراحة مستقبلكم. انظر ما يحدث في العراق وسوريا وليبيا ومصر، وصراحة مصر يعني الأمر محزن محزن، يعني مزري. أنا متأكد الفراعنة لأرواحهم موجودة الآن، فهم عم يصرخوا. دخل الإسلام ومرغ يعني مرغ هاي الحضارة في الوحل بشيوخ الجهل والتفاهة. للأسف الشديد أخي سال، للأسف الشديد. يعني أخي سال برأيك، يعني هلا نحن مثلا هيبة مثل برنامج شهر بالإلحاد، برامج الأخ إسماعيل، في كتير برامج. برأيك شو أهمية إنه الملحدين يطلعوا يحكوا للناس؟ نحن ملحدين، خلينا نقول شو أهمية الإجهار بالإلحاد؟ تفضل. والله أول شيء في مثل هونوس يقول numbers matter، يعني الأرقام تحكي. خليني أوضح. تخيل صورة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ما يسمى الآن بالوطن العربي، تخيلها قاعة مظلمة، قاعة كبيرة مظلمة، مسيطرين عليها شيوخ الجهل. خلي نجيبها نقطة نقطة. إسماعيل فتح شمعة، أشعل شمعة، وأحمد حرقان أشعل شمعة، وأنت وأنا وكل الشباب الجريئين اللي حاولوا. يعني من المهم جدا أن تجهر بإلحادك، جدا مهم. العدد هو الذي سيتكلم أخيرا. شيوخ الجهل لم يفهموا ولم يفقهوا شيئا. أنتم تسمون علماء وأنا لا أعرف علماء ماذا، علماء الحيضة والبراز، علماء الاضراط. يس. فأكيد يعني لك، أنا دائما أقولها، في الوطن العربي نحكي الإنسان يعيش مرة واحدة، وأنا أقول لك لا، الإنسان يعيش كل يوم. كل يوم تصحى صباحا تفتح عيونك، هذا حياة جديدة بإمكانك أن تمارس ما تشاء وتعمل ما تشاء، مثل ما نفعله هنا في هذا البلد العظيم. ما دامك إنك مع القانون افعل ما تشاء، حرم عليكم كل شيء في البلدان الإسلامية. فيعني جواب يكون الجواب لهذه الشعوب نفسها، لازم تطلع تجهر. لما يعني ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ هؤلاء الشيوخ يقتاتون على سكوتك، على جهلك. اظهر، اشعل شمعة مع عنتيد في المغرب، واشعل شمعة مع أحمد سندباد في العراق، وخلدون وحمود. تصور هاي القاعة الظلمة إذا فيها شمعة واثنين، وانت تزيد شمعة، والأخ الآخر يفتح شمعة، والدكتور وفاء تفتح شمعة، حامد عبد الصمد فتح الشموع كثيرة، السيد القمني. أي شخص، الكل محسوبين هون. وأجين يعني حتما في مثل آخر، فبالإنجليزي يعني numbers matter،
الأرقام تحكي. فإذا سكتتم يعني هاي حياتك وأنت تتنازل عنها. أما النساء، يا عيني على النساء، يعني قلبي يبكي عليهم دمع، كما قالت الأخت منى 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 حسين حبيبة قلبي، حكيت كلمة، يعني المرأة المسلمة ممكن تقتل بأي لحظة، حتى لو اعتدي عليها أو اغتصبت أو 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 حتى لو راحت للطبيب ورجعت وحدث ما يحدث في الشارع أو اغتصبت أو ممكن تقتل في أي لحظة. ويقولون الإسلام كرم المرأة. فأنيوي يعني الحياة، وأقولها again، يعني الحريات تؤخذ ولا تعطى. بكل تأكيد أخي سالبي، بكل تأكيد، يعني الحريات تؤخذ ولا ولا تعطى، يعني ووضع المرأة مزري مزري إلى إلى مزري بشكل يعني لا لا يتصورها العقل البشري نهائيا. طيب يعني بما أنه جينا حكينا بالأعداد بالمسائل هاي، هل 1.5 مليار مسلم على خطأ؟ وكيف تتأكد من ذلك؟ يعني يعني هل من المعقول يكون هل كل هالمليارات هاي على خطأ؟ خلي أجيبها بنظرية أخرى. أولاً 20% من المسلمين هم عرب يتكلموا العربية، كما نعرف 60% منهم أميين لم يقرأوا ولم يفقهوا شيئاً، يحكون من حكايات جدتي من جد لجد لجد. 80% لا يفقه شيئاً في الإسلام، مثل ما قال صديقي الباكستاني أنه هو فخور أنه حفظ القرآن الشهر الماضي، والشهر القادم سيحفظ سيتعلم المعنى. يعني هو حفظ، يعني إحنا بالعراق يحكوا درخ، يعني حفظه كله مش فاهم أي شيء. فأعطي مثال آخر، المسيحية أكثر من بليارين، يعني 2.5 مليار تقريبا، والديانات الأخرى. فأجي للأرقام، التدخين، التدخين آخر إحصائية كانت 2012 2.6 مليار من المدخنين، يعني أكثر من الإسلام وأكثر من المسيحية، والآن أعتقد هم يعني 3 مليارات. هل هذا يعني أن التدخين صحيح؟ أكيد لا. التدخين عادة مضرة بالصحة وسبب الأمراض السرطان والقلب والشرايين، فهذا لا يعني أنهم صحيح. وبعدين أعطيهم شغلات أخرى يضج في بالي. أدعو لكل مسلم أن يقرأ حديث الوزغ. إذا لا تعرف الوزغ، اللي هو الوزغ أبو بريس، إن فاكت تحية للأخ رشيد من قناة الحياة، أخي الحبيب رشيد، في عنده حلقة كاملة للوزغ الإسلامي. رجاء أيها المسلمين، اذهب إلى قناة الحياة وابحث عن حديث الوزغ. الوزغ يا أخ رشيد يا يعني مهزلة. حديث الوزغ يقول محمد انه الوزغ اللي هو ابو بريس، تعرف ابو بريس صح؟ كان في محرقه، محرقه مين، موسى ولا ابراهيم، ما لا اعرف بالضبط، لا اتذكر. ابراهيم يس. وكان هذا البريس الصغير ينفخ في النار حتى يحرق ابراهيم، هذا الوزغ. فالنبي محمد دعا الى قتل الوزغ، دعا إلى قتل أبو براس. فيا مسلمين، حصلوا الحسنات هنا. في الضربة الأولى إذا قتلت الوزغ لك 100 حسنة، وإذا لم يموت وقتلته في الضربة الثانية فلك 70 حسنة، وإذا لم يموت وقتلته في الضربة الثالثة فلك 50 حسنة. يعني تأكد في إله بهذه التفاهة، هو وملائكته قاعدين يعني في ينظر إلى جان قتل وزغ في الضربة الأولى 70+ زائد سال قتل في الجولة الثانية 50. يعني والمسلمين يؤمنون بهذا يا رجل.
مهزأ مسخرة. فحديث الوزغ رجاء أيها المسلمين رجاء. رشيد وضح الأمر وموجود على يوتيوب، روحوا شوفوه، ما في داعي تقرأ، روح شوفوه تأكدوا. كثير أمور أخرى يعني التيمم، المسلم لا يعرف أصلاً لماذا حدث التيمم، أنا متأكد لا يعرفوا هذا. الجامع إذا تحب يعني اسألني على هاي الأمور بليز. يعني تفضل احكينا ليش التيمم. تفضل. التيمم لأنه كانوا جنود، هم مش جنود يعني صراحة يعني مؤمنين ومسلمين، نو كانوا يعني صعاليك، الصحابة كلها صعاليك يعني في الصحراء يغزو العالم، فمحمد علمهم الوضوء اللي قبل الصلاة وبعد الصلاة، يعني قبل الصلاة يعملوا هيك وهيك. فلما يغزو البلدان وفي الصحراء وفي القرى هذه والشعوب ما فكان مية يتوضوا، وكانوا بدهم يمارسوا الجنس يغتصبوا السبايا، فما في مية يا رسول الله، احنا مين بدنا ننام مع ذولا كمان. افهم يا مسلم يعني عن جد الفكرة، حلل الأمر يا أخي. ففي الصحراء لم يكن هناك ماء، وهاي السبايا البنات الجميلات وما شوف هذا الصعلوك القبيح بده ينكح. فمحمد دخل في خيمته ورجع قال اوه جتني آية الآن من رب العالمين، وتبر انزل للتراب اضرب لها واعمل هيك وروح انكح. فالتيمم، فالمسلمين يحكوا انه لا، اذا ما في مية بامكانك يا بس اعرف السبب الرئيسي. السبب الرئيسي كان لان ذول الممحونين اخوات الفراق، سوري، ذول الممحونين بدهم يمارسوا، بدهم يغتصبوا. هذا التيمم. الامور اخرى، الجامع، امبارح لما كنت مع الاخ من تونس يذكر الجامع، وانا احيي طبعا احيي الدكتور حامد عبد الصمد، لانه اول مره واحد شخص يذكر الجامع او المقاتلين، لانه محمد في الفتره المكيه لم يؤمن به الا القليل من الشرذم. فلما ذهب الى مكه وبدا يغزو وبدت الغنائم والسبايا صار يكثر الجنود. فالفكرة الأولى، المسلم يحكي إنه الجامع لجمع المسلمين للصلاة، هو أصلاً نو كان الجامع بدأ يجمع الفكرة، يعني الفكرة إنه يجمع مقاتلين صعاليك لما بدأ يكثر، وهو عنده هذا الوسواس، عدم الثقة في نفسه وفي الآخرين، فبدأ يجمعهم وجه الصبح، يعني الساعة 4 صباحاً، الساعة 12 ظهراً، الساعة 7 مساءً، والعشاء وما أعرف شو. فكان يجمعهم، يجمع ذول الصعاليك والمقاتلين حتى يتأكدوا أن يكونوا هم موجودين معاه. وهنا بدأت الفكرة الأولى في الثكنة العسكرية، هم جمع المقاتلين، يعني كي زي ما يحكوا أخواننا المصريين في الطابور العسكري، التعداد العسكري. فكان يجمعهم يتأكد من عندهم، وليس يجمع المسلمين المؤمنين لقيام الصلاة. الصيادة أصلاً ما كانوا شي يصلوا ولا كل شيء، يعني مجموعة صعاليك رعاع مثل ما يحكوا دايحين في الصحراء. ففكرة الجامع أصلاً ثكنة عسكرية. بعدين لما وكيف بدأت الجوامع تنتشر؟ كثر عددهم لا يستطيع أن يتحكم فيهم ويسيطر عليهم، فصار يعطي صحابته إنه جامع هناك وجامع في هذه المدينة وجامع هناك، which is actually it's ثكنة عسكرية. فأنت يا أبو بكر عليك هذه المجموعة، وأنت يا عمر عليك هذه المجموعة، وأنت يا أبا whatever عليك هذه المجموعة. وهنا بدأت فكرة الجامع تتطور. لم يكن جامعا، كان يغزو في الصباح الباكر. فالجامع الآن نحكينا المسجد، لم يسجدوا في ذلك الوقت، يعني لم يكن سجودا. فتحية أذكين أجين للدكتور حامد اللي نبه على هذه النقطة. لم تكن يعني الجمعة هذه لإقامة الصلاة، وتعال يا بلال اصعد على هذا أذن جاعر في الأذان، أي لم يكن أذانا. فهنا بدأت الفكرة، وأوف كورس بالقوة وفرض القوة بالمقدس، وبدأت وانتشرت. وأنا أقولها again، أنا صاحب المقولة اللي تقول يقاس انحطاط وسقوط الشعوب يقاس بعدد الجوامع الموجودة فيها، وانظر في البلدان الإسلامية.
حدث بلا حرج أخي سال، حدث بلا حرج. يعني الجوامع الموجودة بالدول الإسلامية للأسف الشديد، لو يتصرف ربع ما يصرف على الجوامع لما كان في تخلف أصلا في عنا، ولا فقر نهائيا في، يعني لا يفتحوا مدرسة ولا مركز صحي ولا منتزه، بس يفتحوا جوامع. بالضبط بالضبط للأسف الشديد. طيب أخي سال، يا ريت تحكي لنا عن الجنة الإسلامية، يعني الجنس الموجود بالإسلام، يعني ليش الجنس هي الجائزة الكبرى خلينا نقول للمسلم إذا اتقى ربه؟ يعني تفضل. الجنة الإسلامية، طبعا الجنة أولا كلمة ليست عربية، الجنة مذكورة في المسيحية، وحتى كان السبلن تبعها يختلف. الجنة معناها تقريبا، أو خليني أقولها، يعني بيت الدعارة، يعني ما معناه أنه بيت الدعارة أو بيت اللي يمارس به البغاء، أعتقد في اللغة الكلدانية أكيد، يعني في، يعني أما الكلدانية والسريالية كما قلت لك، أنا صراحة في أقرب، يعني أتذكر شغلات بعيدة، فأعتقد هي most likely كلدانية، وكان يعني بها بيت البغاء. الجنة، الجنس والإسلام، انظر من هو مبتدع الإسلام، محمد رحمة على روح خديجة اللي سيطرت على هذا الرجل، يعني ما كانش ملوش نفس يتحرك مع خديجة لحد ما ماتت خديجة، انجن هذا الرجل، فراح يأخذ من 6 سنوات إلى 20 سنة إلى 30 سنة، وبعدين هو كان صراحة هو ذكي، هو عبقري بس شرير، يعني مش عبقري خير الإنسانية، يعرف أنه عقلية هذا الرجل الصحراوي والسيطرة عليه عن طريق الجنس. وبالمناسبة يعني ذكر هذا، خلي نأكد على كذلك، يعني أمرين مع بعض، الجنة والجنس والزنا، لم يكن الجنس محرما قبل محمد، كان أنواع الزيجات موجودة والجنس موجود، محمد قننه أسماء تسمية أخرى اللي هو تعدد الزوجات. يعني أنت لا تروح تعمل جنس مثل ما يعجبك، أنا أسيطر على هذا الأمر، أنا اللي أسمح لك بالجنس، فأعطيك مثنى وثلاثة ورباع، وإذا ما يكفيك يعني لك ملكات اليمين وغيرهم. فهو صراحة محمد قنن الجنس واستخدمه في الدنيا والآخرة، يعني الآخرة صراحة أصبحت الجنة، هذا أصبحت شيء مقزز، يعني ال 72 حورية والغلمان المخلدون، يعني تصورها رجل، يعني ولد أولاد صغير، يعني 10-12 سنة نايكد، يعني عرات، يجيبوا لك القدح للمسلم المؤمن، قدح الخمر، و 72 حورية، يعني وات ازت، يعني جنس متواصل، يعني تخلص من الأولى ترجع للثانية، بعدين الأولى راح ترجع تكون باكر، وبعدين تروح للثالثة، الثانية راح تكون باكر، ما هذا يا أخي؟ وبعدين سؤال لك يا مسلم، تريد أن تمارس الجنس للأبد؟ What's wrong with you؟ فتصور يعني الطريقة السيطر عليهم فيها كل جنس وخمر وما أعرف شو، هو كان حلال، ومحمد عمل قنن هذه الأمور لتكون تحت السيطرة، اللي هي الدعارة اللي عملها تعدد الزوجات. أنا صراحة لم أرى، يعني للأسف عمري ما شفت بيت فيه زوجتين، يعني ما، لأنه تركت الشرق الأوسط بكير، فلا كيف، يعني كيف يحدث هذا، أكثر من زوجة 2-3 أو 4، يعني أين الأسرة؟ أو لا، هو يعني المسلم فقط يريد يمارس الجنس، يعني أين الأسرة، أين الحب، أين العواطف يا أخي؟ أي حب تتحدث يا أخي؟ في عنا اتصال من العم نيكولا. عم نيكولا تفضل. مساء الخير جون، مساء الخير على حبيبي سالم. مساء الورد. مساء العسل يا أخوي. الله
عامل ايه؟ تمام حبيبي، تمام، مستمتع فيكم. ايوه حسين، نعم تفضل نيكولا، تفضل. ايوه كنت عايز اقول كلام سهل 99% صح. الناس لازم تفهم حاجه واحده، الاسلام اتس لايك اتس كالت ايديولوجي، لايك زي الشيوعيه قعدت 70 سنه والنازيه 20 سنه، بس انت عندك الاسلام 1400 سنه خراب. انا قلت الكلام ده قبل كده وانا متفق مع سهل، لازم ناس كتيره تطلع تتكلم، والكلام ده انا قلت لك برضه انت جون، لازم شباب كتير يطلع يتكلم، لان المشكله كبيره جدا واخرتها مش هتلاقي نور يعني. يعني برايك نيكولا، برايك شو الحل يعني بالنهايه؟ شو الحل؟ شو الحل هالتخلف والحروب الموجوده، هالدمار اللي عم نشوفه، شو الحل يعني بالنهايه؟ تصورك الاخير. أكيد 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 أخي، يعني أنت بتشتغل كويس وسهل كل الأسامي اللي إحنا نعرفها يعني كده ولا كده، ناس محترمة وناس بتحاول، وآي ثينك يعني في نور، في نور في القصة، الناس بدأت تفكر، ما بقتش يعني نقدر نقول فيري سلو، فيري سلو، فيري سلو إز نوت جود، يعني التنوير ماشي بطيء جدا وده مش كويس. شو رأيك بالموضوع السالب؟ يعني التنوير عم بقول ماشي بحركات بطيئة، شو رأيك انت؟ تفضل. يس ان بص الناس على اخرها، الجوع، الفقر في الدول دي كابتين على انفاس الناس، وممكن في لحظة يا سام في يوم ليلة من ما فيش تحصل كارثة وتبقى مصر مثلا اوسخ من سوريا. تفهمني؟ في ازدواجيه في القصه، يعني انت ما تعرفش رايح على فين، هي تبقى شويه كده وشويه كده بتبقى طاو. ماشي نيكولا، شكرا كثير نيكولا على اتصالك، وفي عندي اتصال ثاني اظن هلا. اوكي استمر، وانا متابع على الوقت. تسلم 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 نيكولا، تسلم. الاخ جون الفلسطيني، جون الفلسطيني يا ريت تتصل هلا، انا اسف يعني انا ما قدرت استقبل اتصالك لانه كان الاخ نيكولا متصل فما قدرت استقبل اتصالين، فيا ريت هلا تتصل فينا، بتمنى تتصل فينا. طيب سال، شو رايك باللي قاله نيكولا انه التنوير ماشي بحركات بطيئه، بخطوات بطيئه، خلينا نتفضل. طيب
حبي واحترامي الشديد نيكولا حبيب قلبي، I love you. آسف ما ذكرتش اسمك في البداية. في مثل أنا خلي أحكيه بالإنجليزي حتى أعرف. If some psychopath retarded child molester can do it in the 7th century, so can you. إذا كان رجل معتوه مغتصب للأطفال مجرم استطاع أن يجمع مليار ونصف المليار خلال 1400 سنة، فبإمكاننا أن نعمل أو بإمكاننا أن نعمل ذلك أيضا. Here we go. جان أنت بدأت حملتك قبل ستة شهور صح؟ صوتك عفوا ما في صوت. أقل من ستة شهور، أقل من ستة شهور. Sure. How many followers do you كم متابع أو كم مشترك عندك؟ يعني في 2500 تقريبا يعني. جيدة، الشمعة الأولى فتحت 2000 شمعة. ف محمد في الفترة المكية قديش قعد في مكة؟ 10 سنوات كان عنده مجموعة صعاليك، احنا لا عندنا أكثر. أنا قبل أقل من سنتين بدأت حملتي هون في أمريكا، الجروب تبعي 37,000 ومستمر، ولا أتنازل ولا أتراجع عن محاربة هذا الفكر المجرم. سال بكل تأكيد يعني الأخ نيكولا قال هالحكي هذا، أنا ماني معه بالمرة إنه ببطء، بالعكس الإنترنت يأخذ بسرعة هائلة يعني. yes صحيح. yeah. عندنا التولز، عندنا الأدوات التي نستطيع. أنا يعني أدعو كل أخ هنا يعني يشارك هذا البرنامج، يعني انشر بين أصدقائك في الجروبات العربية. وفي نصيحة أخرى ما نذكر في هذا، أحب أذكر بهذا الأمر، صحيح في خوف هناك لأنه يمكن يجرم يقتل يمكن يصلب و و و و أنا أنصح بالبدء بعمل جروب closed groups، جروب مغلق أولاً، back it up with يعني مدعم من جروب سري secret group. فخلينا نقول أنا صاحب الجروب closed group، راح أتصل مع جان لما أتأكد من ولاء جان وأعرف جان كويس، راح يدخل في جروب closed group. من أتأكد من ولائه 100% أحوله على secret group، الجروب السري، لأن الجروب السري لا أحد يستطيع أن يدخل إلا بدعوة من أصحاب هذا الجروب. فنصيحة لكل يعني ابدأوا في الشرق الأوسط، ما نقابة الملحدين العرب وغيرها، أعمل نقابة ملحدين العراق وأعمل جروب مغلق وجروب سري to back it up. يعني يجب أن تتحركوا. اوكي كنا هربنا، يس هربنا 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 سو يعني ما معناه انه بلدان الشرق الاوسط ستخلي جسلي شيوخ الضلاله، فاين اذا بحد تتركون بلدانكم. سال عنا اتصال من الاخ جون. اخ جون تفضل. تفضل. مساء الخير سامعيني؟ مساء الخير سامعينك طبعا، تفضل. مساء الخير. انا تحيه للاخ سالم الهاتن، تحية لك أخ جان على الحلقة الرائعة. تسلم حبيبي تسلم. أنا في عندي تعليق بس تحملوني دقيقتين ثلاث دقائق. خذ 10 دقائق كمان معك، تفضل. طيب هذا الموضوع اللي أنا حكيت كتبت لك إياه قبل يومين، صور على الله. أنا حكيت حعلق الإشي هذا. تفضل. صور على الله، إن الصور على الله في هذا الزمن الحزين والصعب لهي من أعظم الأمور وأهمها، لأن الله الدكتاتور الذي يتوعد البشر بالعذاب في الدنيا وبعذاب القبر بعد الموت وبعذاب جهنم في الآخرة إذا لم يطيعوه وكانوا عبيدا له، له أكبر مستبد وديكتاتور على وجه الأرض. الله الذي له كل الصلاحيات في خلق البشر وموتهم وإعادة إحيائهم يوم القيامة، هو أيضا طاغية وديكتاتور ملايين المرات من كل الحكام العرب. الله الذي تولى كل كرسي الرئاسة منذ الأزل، أي منذ ما لا نهاية من السنوات، وتستمر فترة حكمه البشر إلى ما لا نهاية من السنوات، صار بشار الأسد. هو أيضا مستبد وإرهابي. فالحل العملي للتخلص من هذا الطاغية والمستبد هي ثورة شعبية يقوم بها الشعوب والشباب العربي في الخروج إلى الشوارع
والاهداف باعلى صوت بهدفات ضد الله المستبد. اذا خرج الملايين من الشباب العربي وطالبوا باسقاط سلطه الله وسلطه الدين من على كرسي الحكم، عندها سوف يسقط الدين وسوف يسقط اتباعه من شيوخ وحكام عرب. وافضل نموذج لثوره الشعوب ضد الله هي ثوره الشعب الفرنسي العظيم التي قامت عام 1798. عندما خرج الشعب الفرنسي في الشوارع ضد الله والكنيسة، وقاموا بعدها بإطاحة الكنيسة والملك عن الحكم، وقتلوا القساوسة ودمروا الكنائس، وأقاموا الجمهورية والدستور الفرنسي المعروف إلى اليوم. بعد هذه الثورة العظيمة بدأ عصر الحرية والتنوير في أوروبا. وأخيرا أقول لكم إن ثورة الإلحاد والعلمانية باقية وتتمدد. شكرا جون. بس في عندي ملاحظة قبل ما أخلي التعليق للأخ سال، في عندي ملاحظة، أنت الشباب العربي يعني ما بتشوف أنه في هيك نزعة عنصرية فيها؟ يعني المشكلة أنه الشرق الأوسط شمال أفريقيا الأغلبية الساحقة ليسوا عربا، يعني ليسوا عربا بالمرة ليسوا عربا. العرب هم محتلين أصلاً يعني. هذا كل أنا قصدي كل من يعيش في هذه المنطقة من عرب وكرد ومزيخ، واحترامي لكل الناس، ما عندي مشكلة. أنا يعني كل قصدي يعني اللي عندهم ثقافتنا ولا اللي بتحدثوا لغتنا ولا زي كده. أما عندي أنا كل احترامي لكل ال يعني. خلينا المتكلمين باللغة العربية. خلينا نقول المتكلمين باللغة العربية. بالضبط. تفضل أخ سال، شو عندك، شو تعليقك على ثورة ضد الله، ثورة ضد هذا الدكتاتور الغاشم؟ أكيد أنا حبيت التعليق الأخ، شكرا للمداخلة، وحبيت الفكرة أنه ثورة الإلحاد قادمة وتتمدد غصبا عن دولة الإسلام المقرفة، وتتمدد تتقهقر. الإلحاد قادمة، الحرية قادمة، كلها مسألة وقت. يس، أنا دائما نذكر، احنا نقول البلدان العربية ليست عربية، مع احترامي لشعوب الجزيرة العربية الشديد وكل المتنورين. وحب أذكر هنا يا أوصى، ينشرح قلبي لما أسمع ملحد سعودي أو ملحد خليجي، I love it. يعني الثورة تبدأ من هناك، ونسميه شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أو أنا أسميها دائما البلدان الساقطة تحت الاحتلال الإسلامي. بس أكيد الثورة قادمة. أكيد أكيد. جون خليك معنا، في عندي تعليق بدي أسمع رأيك جون ورأي الأخ سال. في تعليق من شخص مسلم اسمه أترماني عميد، المهم التعليق يقول لا حول ولا قوة. بصراحة الكلمة إنجليزية واسم عربي ما بقدر أستوعب. أوكي. عم بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، لم أتخيل أن يكون مثل هذا الجهل في وقتنا هذا. يعني أنا بدي بس أخ جون تعلق لي على موضوع أنه نحن جهلة مثل هذا الجهل، يعني نحن الجهلة، واللي بؤمن بالحمار الطائر أنه الحمار بيطير هو العالم الفهمان. يعني اللي بيشرب شخاف الجمل هو الفهمان العالم، واللي بيؤمن انه الحمار بطير هو الفهمان العالم، ونحن الجهلة. تفضل، شو رأيك، شو تعليقك اخ جون؟ يعني فيش تعليق، هذا يعني اشي الصراحة، يعني الواحد بيحزن نماذج زي هيك، زي ما حكى النبي سامي الديب، مفروض تنفتح مصحة الأمراض العقلية ويكبوا عليها النماذج زي هيك، يعني هو أفضل إشي. يعني الإسلام هذا زي ما حكى النبي سامي الديب، عشان في السعودية ما اعترفوش بمصحة الأمراض العقلية فانتشر، عشان هيك هم منتشرين. لو في مصحات كتيرة، مصحات أمراض عقلية في الدول العربية، كان ما بقي الإسلام بالمرة، كان كل واحد بيدعي إنه محمد طار على حمار عند الله في السماء. لو زي النماذج هذه كبوها على المصحات الأمراض العقلية، كان ناس شفيت من زمان وانتهى الإسلام، ما
منذ زمن بعيد. بكل تأكيد. أنا بتشكرك كثير أخي جون على اتصالك، وخلينا نشوف رأي الأخ سال. والله حبيبي الإناء ينضح بما فيه، إذا تكلم عن جهل فالإناء ينضح بما فيه. أنا لم أأتي بهذه المعلومات من حلمي يعني في الليلة الأخيرة، قرأت الكثير وتعمقت الكثير من الكتب الإسلامية. سؤالي إلى الأخ الحكم لا حول ولا قوة ولا ما أعرف الأشكال، بس سؤالي لك وأنا متأكد أنك تسمعنا، لماذا تقاتلون بعضكم؟ لماذا تكفرون بعضكم؟ لماذا تقتلون الشيعة والشيعة يقتلونكم؟ والأحمدية تكفركم، الحوثيين يكفرون السنية، السنية يكفرون الشيعة، وتقتلون بعض وتقطعون الرؤوس، هذا علمكم؟ احنا جهلاء، فهذا العلم الإسلامي؟ لا أستطيع أن أرى بعير يخرج من صخرة المسلمين يؤمنون بذلك، لا أستطيع أن أؤمن بأن حمارا طار في ثواني من من جزيرة. وبالمناسبة ذكر الحمار والإعجاز و إذا كان محمد يريد أن يقنع أهل الجزيرة بأنه طار، لماذا لم يطر في النهار ويحوم حول الكعبة عدة مرات مثلا ويعمل صم حركات وبعدين يسافر إلى القدس؟ لماذا في الليل؟ لماذا محمد يشق القمر ولم يشق أحد جبال مكة أو المدينة؟ فإحنا جهلاء. That's fine. يعني لا، حكالي كردي مسلم حكالي إنه ناسا أخيرا اكتشفت إنه في شق في القمر، وهذا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وطاطا. يعني وبالمناسبة يعني محدش صدقوا محدش، وحدثت في الليل. لماذا معجزات نبيك في الليل ولم يكن لها شهود؟ يعني يجب أن تقام أمام الشهود، أوكي؟ والحمار طار بالمناسبة لم يأتي بعد. أما قصة الصعود الإعراج إلى السماء وملاقاة الأنبياء وحدوث كيف حدثت الصلاة، إذا لم يعرف حتى نعرف لماذا كيف تصلون الآن، ومن حدد عدد الركعات، وكيف حدث هذا، نعرفها كلها، إنه ضحك على ذقونكم. حبيب الجهلة الناس هؤلاء المؤمنين بهذه البدعة، الجهلة هم الذي يطوفون حول حجر ويرمون حجر بحجر ويركضون على الأحجار ويعتقدون أن هذا الحجر هو حجر من الإله وهي 7 أو 8 حصوات صغيرة، حتى سرقوها وحرقوها هم المسلمين نفسهم في الإسلام وقبل الإسلام وبعد الإسلام. أخ سال هو نفس الشخص اللي كاتب هيك على جهلنا ونسيان إنه الشرب شخاخ هو الجهل الحقيقي يعني للأسف. thank you for mentioning شكرا لشرب شرب بول البعير. بالضبط. كارثة راح فيها 22,000 ضحية. الحمد للغرب، الغرب الأمريكي والبريطاني اللي بعثوا بعثات صحية لإشفاء هؤلاء المعتوهين اللي شربوا بول البعير. أوكي، فلا تحكي لي اشرب البول، استمتع فيه، أنا أحب أشربه بناس البول البعير، أنا أحب. هو نفس الشخص عم بيقول كيف لي أنه شارك، أنا بتمنى اتصل، إذا بدك تتصل بالدسكريبشن تحت الفيديو في عنوان سكايب john.burro2 موجودة تحت بالدسكريبشن، يا ريت تتصل منه على سكايب وخلينا نسمع رأيك، يعني كيف نحن جهلة، يعني على أي أساس، على أساس نصل يعني احنا مش ضدك، يعني صراحة مش ضدك أخي أو أختي المسلمة، ضد هاي العقيدة الإجرامية. وبالمناسبة ذكر هاي العقيدة الإجرامية، ودي أن أذكر كافر، أنت يا أخي أيها المسلم الذي تدعو الآخرين بكلمة كافر، وأنا أحب أن أوضح هنا كلمة كافر ليس وصفاً، والله كافر في الإسلام تهمة، جريمة، جنحة يعاقب عليها الإنسان بالقتل، هذا دينكم. يعني الكافر
كل باي ذا واي كل المذاهب لم تختلف، اتفقت على انه الكافر يجب ان يقتل. فهذا لهذا السبب نحن نتكلم ونظهر هنا على الشاشة، وانا لن اسكت، حياتي وحريتي لا اعطيها بدون مقابل. فدينك وعقيدتك، انا لا اسمي هذا دينا بالمناسبة، عقيدتك الإجرامية هذه اللي تسمح في قتلي وقتل الآخرين وقتل الشعوب جمعاء بسبب أفكاركم الإجرامية هذه. وبالمناسبة أخي المسلم أخي المتصل، سوف لن يقتلك بوذي ولا هندي ولا يهودي، سيقتلك مسلم منك وفيك، في اختلاف بسيط في العقيدة سيقتلك مسلم، كما يحدث الآن في الدولة الإسلامية الجميلة على منهج النبوة، يقتلوا بعضهم ويلا I'm glad، يعني يقتلوا بعضكم وماذا يهمني. للأسف الشديد يعني المشكلة، أنا لا ألوم، هو ضحية من ضحايا الإسلام، وأنا أعتقد the same حبيبي. يس، هو أحد يعني المسلم هو أول ضحايا الإسلام، أول ضحايا هذا الفكر الإرهابي. للأسف الشديد هو يعني هو الضحية الأولى، والمشكلة مو بس إنه هو ضحية لأنه آمن بهالترهات هاي، العكس يعني عم بيتقل على كل البشرية، يعني مصيبة على كل البشرية حبيبة، مصيبة في بلدانهم والبلدان الأخرى، والآن يصدر هذا الإرهاب والقتل والإجرام إلى بلدان أخرى. وبمناسبة ذكر الإسلام أجين، هذا الشخص اللي اتصل معه، لم أقل هذا يعني قلة للأخ المتصل، في هنا في أمريكا اسمه أمة الإسلام، Nation of Islam، اللي السنة الماضية عملوا مظاهرة كبيرة هنا في واشنطن. هل تحب أن تعلم ماذا يعني؟ أول شيء، أول أمة الإسلام في أمريكا مكفرة من الإسلام أصلاً. أنا يعني أحب أن أوضح عقيدتكم، ما هي من عقيدة؟ مكفرة من الإسلام، يؤمنون بنبي آخر ويعتقدون أن المهدي المنتظر جاء ويسوع المسيح جاء، وفي شخص إلايجا ألي هاي أفكارهم، بدك أؤمن بهاي الأفكار. هذا صحيح طبعاً، مش من عندي، هذا موجود في كتبهم. قبل 6000 سنة عالم أفريقي في أحد جزر كينيا عم يشتغل يبحث، فوجد شخص أبيض، عمل هو عالم الأفريقي، عمل شخص أبيض، والأبيض هرب وانتشر والعالم، وهذا كما يعتقدون أمة الإسلام. وبعدين إلايجا ألي يعتقدون أيضا القردة، هم الإنسان الأبيض حاول يرجع إلى الإنسان الأسود وفشل في الطريق وبقى هناك كقرد. هل تريدون أن أؤمن بهذا؟ أتمنى أن يتصل. هذا في كتبهم هنا، يعني by the way مكتهم ليس مكة السعودية، مكتهم هنا في شيكاغو، تمبل نمبر 8 I think or 2، مكتهم هنا، رمضان في ديسمبر في كانون الثاني اللي يكون برده قصير، فيمكن يعني حتى يصوموا ساعات قليلة، ومكفرين من المينستريم السعودية، من الإسلام الوهابي، إلى أن تدخل طبعا من أدعمهم رحمة الله عليه سيف العرب القذافي، كان صديق what's his name فرقان، you know نبيهم الآن فرقان هو اللي هو عايش هنا في أمريكا. وبعدين أحد أعمدتهم اللي هو مالكوم إكس، مالكوم إكس سجين، you know سجين، وتعلم الإسلام في السجون وخرج وراح يحج، السعودية عملت الاستقبال المهيب whatever، وعملوه وبدأ يحولونهم من الإسلام، من أمة الإسلام الشاذ إلى التيار الوهابي. فمعظمهم الآن يعني نصفهم يؤمن بما يؤمنون أمة الإسلام Nation of Islam، والنصف الآخر يؤمن بالوهابية الإسلامية، ولهذا السبب تجدهم يعني في صراعات كارثية.
في احد المدن الامريكيه بدا انا طبعا مع احترامي الشديد للمثليه وانا يعني احد يعني سبورتيف فيري سبورتيف تأييد كامل لكل حرياتهم. امام جامع مسلم فتح جامع للمثليه يعني جامع الامام. بنفس الوقت هذا الامام من قبل المسلمين سوف يقتل ويقطع راسه ويرمى من اعلى البنايات. اوكي بس كحركه يعني انا يعني اؤيد هذا الشخص بان لكنه يذهب الى الاسلام لا يهدم. فهاي من الامور الاخرى هو الشخص اللي اتصل نفسه يحرم هذا ويدعو الى قتله بكل تأكيد. وبدأوا يعملوا طبعا تعرف هذا الجامع عرف هون في أمريكا بأنه يعني يسمح بالزواجات المثلية للمسلمين. Alright, I'm happy. يعني أنا سعيد لذلك الإخوان المثليين بس لا أعتقد الإخوان المسلمين يقبلون هذا. أكيد لا. في عندي كمان تعليق تاني من مستر حمزة عم قول أنت تتكلم عن قتل المسلمين، فهل المسلمين هم أيضا المتسببين في الحروب العالمية؟ شو رأيك؟ أوكي، الحروب العالمية حروب إنسانية حصلت أخطاء إنسانية، وهذا الفرق يعني لما نقارن بالآخرين. أخطاء إنسانية اعترفوا بأخطائهم. أوروبا هذه قبل 50-60 سنة حطمت على الآخر، عفواً يعني بالنسبة للحرب العالمية الأولى والثانية حطمت على الآخر، تدمرت على الآخر. انظر إليها الآن، اعترفوا بأخطائهم، لم يقولوا هذه أوامر إلهية كما يدعي المسلمين. أنا ليس ضدك يا أخي، اعترفوا بأخطائهم. وانظر الآن، أنتم المسلمين تلجؤون إلى الكفار لتنعموا برواتبهم المجانية وحريتهم وتأتون. يعني أنا لما تركت الشرق الأوسط تركت كل قمامة زبالة الشرق الأوسط وبدأت حياة جديدة هنا. أنتم تأتون بهذه الزبالة وتحاولون أن تمارسونها في الغرب. يا أخي الغرب تعلم من أخطائه ولا عليها الزمن والغبار. أنتم يعني تحاربون الآن وبلكم الخلافة الإسلامية. لا يمكن، مستحيل. يعني هذا حلم مريض، هذا مرض وهمي، الخلافة الإسلامية أن تأتي مرة ثانية. ما هيك في شمال العراق وسوريا؟ فجوابي إلى يس، عملوا أخطاء وحروب وكوارث. وكذبنا، انظر إليهم الآن، كلهم أصدقاء، فتحوا ما في حدود بيناتهم. أوروبا ما في حدود، يعني من بلد إلى آخر ممكن تأخذ حتى البسكليتة وتطلع فور يوروب كلها. أطلع أنت من في الشرق الأوسط من مدينة إلى أخرى، مش من بلد إلى آخر. هذا جوابي. للأسف الشديد أخي سال، يعني العقل مغلق عند إخواننا، يعني للأسف الشديد. يعني صح الحروب العالمية أخطاء مثل ما قال الأخ سال وكوارث، بس المشكلة بالإسلام أنكم بتقدسوا هالكوارث والأخطاء. هاي دين مقدس عندكم، يعني تدافعون عن الكوارث هاي. نحن ضد الحروب بكل أشكالها، ضد أي شكل من أشكال القتال ولا التهجم، كان لفظي ولا جسدي ولا بأي شكل من الأشكال. نحن في عنا لسان وعقل وممكن نتفاهم وممكن نتحاور، وهذا سلاحنا، وعنا القلم، ما في غير القلم نكتب فيه وهي اللسان نحكي فيه. نحن بشر، نحن منا وحوش. حتى والله أنا ارتديت عن الإسلام ولا ارتديت عن البطيخ تجي تقتلني على هالأساس، ليش؟ وما فيها نحن طز فيك وفي دينك، يعني بدي ارتد عن دينك، يعني شو دينك؟ يعني أنا لا يمكن أن أسميه دينا، لا يمكن دين. ذكرني الأخ صاحب التعليق بقصة صراحة مرت بي هنا. أنا تبرعت هنا في مساعدة اللاجئين، عسى ولعل أن يتركوا دين الإرهاب ويتوجهوا إلى حياة أخرى. وكنت أساعد عائلة عراقية مسلمة وصلوا هون في الشهر الأول في أمريكا.
الشعب الأمريكي من أعظم الشعوب، الشعب الأمريكي أعطاهم سيارتين وشقة ورواتب وكل شيء، فصرت أعلمهم يعني النقود كيف يتعلموا. فأنا أتذكر كنت أحكي مع الأب والزوجة والأولاد موجودين، فعم بحكي معه أنه هذا الدولار وهذا 20 سنت وهذا 25 سنت whatever. فهو he looked يعني he نظر إلى الباب وحكى يعني يحكي لي أنا لا أحب الصليب الصليبيين. أنا صراحة قلت له يعني وهاي لماذا؟ ليش؟ ما أنت عايش يعني بيتك وعندك بالشهر الأول في أمريكا راتب وسيارتين. وأنا لما كنت هناك صراحة الكنيسة اتصلت وأعطوهم منحة يمكن 500 دولار شخص تبرع لهم. فبعث زوجته يعني النفاق الإسلامي unbelievable. أتذكر لحد يعني يحكي لها اسرعي اسرعي في فلوسها، واخذي واحدة من السيارات وروح لا تاخذين السيارة الحديثة، واخذي السيارة القديمة حتى يعطوك أكثر. بس هاي مش نقطتي، نقطتي أن نظر الباب مش الباب الفلات، الباب اللي فيها تدعيني لوك يعني التدعيني لايك الصليب، فاهم علي؟ الباب اللي فيها نقشة صراحة لأن عمري ما انتبهت لها إلى أن قال هذا الشخص. فشوف الكراهية، فقلت له هذا يعني هذا الباب اللي هو يقول يا أنا أكره الصليب والصليبيين وما أحبها، يعني لازم أطلع من هذا البيت. واو، يعني ما هذا النفاق يا أخي؟ لجأت لهم، فتحوا أذرعهم لك، سكنت في أعطوك دارا يعني فري مجانا، وتستلم رواتب، وأخذوا أطفالك إلى مدارسهم وتأخذ وتأخذ، ويهمك هذا الصليب؟ وأصلا لم يكن صليبا، يعني باب وفيها دعامات لسند لتقوية الباب. يعني هاي العقلية الإسلامية. طبعا أنا تركته immediately في نفس اللحظة، قمت قلت أرجو المعذرة، يعني ذاك كان تقريبا قبل 8 سنوات، ولم أذهب ولم أراه إطلاقا. فهاي العقلية المسلمة للأسف أخي سأل، يعني عقلية الندل، عقلية الندل هي العقلية الإسلامية. يعني اليوم في مثل عنا بيقول إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. ألمانيا استقبلتهم، العالم استقبلوهم ببيوتهم. تصور اليوم إنسان جايع هربان من الحرب مشرد، أجي أحطه ببيتي، يجي يطلع على مرتي وبنتي ويغتصب مرتي وبنتي. يعني لو ما كانوا أندال، أو خلينا نقول الفكر الندل هذا اللي شايلينه بمخهم، ما بيساعد نهائيا للأسف. هي العقيدة إجرامية، عقيدة إجرامية. حمزة أفندي عم بقول أسفي عليكم كبير، لاحظت طريقة تتكلم كأنكم في أمريكا، ابتعدتم عن قدرة الله للوصول إليكم. يعني أعتقد أن الله على كل شيء قدير. خلي إلهك هذا سيد حمزة، خلي إلهك هذا يلحقني. إذا إلهك قادر أنه يلحقني يكون إلهك حق، ولكن إلهك عاجز أنه ينقص طفل من أطفال سوريا اللي ماتوا تحت الدمار والبراميل المتفجرة هاي، اللي يسلم تمك. خرب سوريا لأنه علوي من أتباع علي ابن أبي خرح إيش السامعين. فعلا هذا الإله عاجز تماما عن عمل أي شيء. هذا الإله يا أخي بجس في مخيلتكم، يعني للأسف عليكم، يعني نحن ليس ضدكم، كل ما أقول باليوناني بيقولوا تيلس باندون. يلا خلينا نروح على، برأيك يعني في شباب يعني هلا ملحدين يعني للأسف مترددين في الإجهار، مترددين يعني، شو بتقول لهم؟ شو رسالتك لهم للشباب اللي يعني حاطط يعني مغطي حاله ببطانية وما بده يجهر؟ أول شيء يترك البطانية. يعني أنا برأيي صراحة ينبع من احترامك لشخصك، احترامك لوجودك وحياتك والفرصة أنه ستعيش هذه الحياة. لماذا تقبل بالعبودية؟ لماذا تقبل بهذا؟ يعني تأكد أولا من صحة هذا الكتاب الأمامك. أنا أسميه الكرهان وليس القرآن،
القرآن لأنه لا يعلم إلا الكراهية. تأكد من صحة هذا المعتوه الذي تقدسه وتسميه رسول من الله. أوكي، فللإخوان الملحدين اللادريين اللادينيين الإجنوستيكيين أي واحد، هذه حياتك يا أخي يا أختي، أظهر ورجي نفسك. ممكن يكون أخوك نفس الفكر، ممكن يكون جارك نفس الفكر، أظهره يا أخي. كما قلت فرش، أعمل جروب مغلق يلحقه يدعمه جروب سري، يعني شيوخ الجهل دول اللي تجعرون بهم، يعني الفضائيات ليلا ونهارا لا يفقهوا شيئا، دول يقتاتون عليكم، دول باراسايت، طفيليات تمتص دماءكم. اظهر يا أخي، أرقامكم سوف تحكي، يعني العدد له قيمة. وبعدين أنا أقولها again، يعني احترامك لشخصك ولوجودك ولحياتك، وإذا سكت how about لما يعني عائلتك أطفالك بدك يعني تمشي عليهم نفس التخاريف. وأنا عندي قصة صراحة هون في عائلتي، إذا تحب عندها في مجال أحكيها كمان. راح تحكيها، بس في عندي سؤال من الأخ جمال هون، في بيقول شو رأيك بالمسيحية؟ بس أظن الأخ سأل جاوب على السؤال بالحلقة، يعني رأيك بالمسيحية؟ والله أنا صراحة أحترم وأحترم الأديان كلها ما عدا الدين الإسلامي. المسيحية مرت بفترة مظلمة وصححوا أخطائهم، ودين مسالم، وما يعني ما عنديش، لا يدعون إلى قتلي، لا يدعون إلى تجريمي، فما عنديش مشكلة معهم. ما عنديش مشكلة مع المسيحية للهندوسية واليهودية، وصراحة من أحسن الناس. ولدي الكبير اختار المسيحية، أروح يعني أذهب معه بين فترة وأخرى إلى كنيسته ومبسوط، يعني عملت منه شخص آخر. وهذه النقطة الشخصية اللي بدي أذكرها هون، يعني أولادي الثلاثة لم في داري لا يوجد أي دين، ما في أي أثر ديني. بالنسبة لك تحترم الأديان كلها، أنا لا أحترم ولا دين بصراحة، يعني لا أنا قصد يعني صراحة العقيدة أو إنه أنا الاحترام الأشخاص والحريات، يعني مثل الأخ المسيح لا أريد أن أهجم على دينه، ولا أنا لا أؤمن به، وخلينا بعيدين، يعني أبعد عني وعن ديانتي، بس الإسلام الوحيد اللي يحارب. فالعقيدة نفسها صراحة أنا لا أؤمن بها، وقلت لك يعني لا أستطيع أن أؤمن بإله. في سأل في 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 شخص كتير عزيز علي، يمكن طلب عدم ذكر اسمه، قال لي من قال لي سأل أخ سأل قديش عمره؟ لا نو نو واي، أنا بس احتفلت بعيد ميلادي قبل كم يوم، خمسة أيام، الذكرى 29، يعني آخر مرة أتذكر أنا كنت 29، ولا أذكر مرة أخرى. أنا أحييك بصراحة بهذا العمر، جمد الزمن بهذا العمر. ما الشخص السري؟ بالضبط، جمد العمر بهذا الزمن. Yes. أنا كان في عندي السؤال تاني بس بصراحة ما بعرف وين صار. آسف أصدقائي إذا نسيت أحد الأسئلة أو شيء من هالقبيل، يعني بس دقيقة أشوف وين صاروا. المهم اللي سأل السؤال ذكر أم أنثى؟ هو ذكر يعني. ولا شو بدك من عمري؟ تحياتي. في الأخ جمال عم بقول ما عرفت شو درجته العلمية للأخ سال وشو دارس، إذا حكى ما بعرف الكلمة بعاود أحضر الحلقة. أنا كما ذكرت تركت العراق في مرحلة متقدمة من يعني متقدمة من عمري، وفي يعني تنقلت بين بلدان إسلامية كثيرة، مش يعني كثيرة معدودة، بس هنا في أمريكا بلدي الحبيب
والفرص الموجودة فيه. كان بداية ثورة المعلوماتية والكمبيوتر، فدخلت في الكمبيوتر وصرت أدرس على حسابي. دخلت في الكمبيوتر وتمعنت فيه، وكنت يعني بس بدي أتعلم الكثير الكثير من الكمبيوتر، ويعني أخذت كم شهادات من مدارس محلية. أخذت دروس في الطيران، وهنا أذكر صديقي دانيال عمرو، لأنه تركت الطيران لأنه ما حبش الهبوط. أنا أحب الهبوط في المظلات، بس كان الهبوط مشكلتي الرئيسية. بس لم أترك، لأنه الدروس الطيران كانت بالضبط قبل أحداث سبتمبر، أمريكا تغيرت بعد أحداث سبتمبر، وتركت الطيران واهتميت بشؤون أخرى، لكن رياضاتي مستمرة. ودرست كمان اللغة الإنجليزية، بس كان اختصاص تقريبا معظم اللي درسته هو الكمبيوتر. أما هاي كان هواية، مش هواية بس مجرد يعني تعمق في العلوم العلوم الإسلامية وشرح التاريخ الإسلامي ومدى صحته. تعمق في المزابل الإسلامية ليست علوم، هي مزبلة يعني، كل ما نكشت فيها الريحة بتطلع أكثر وأكثر، ولذلك أنا أبتعد عن هذه العلوم الوساخات. أنا لا، كان صراحة يعني فضول، بدي أعرف كيف يمكن لهذا الكتاب أن يغير الإنسان إلى وحش. هذا كان تقريبا، خاصة بعد أحداث سبتمبر، هذا اللي كان يشغلني. صح، حقك، هذا حقك. وأظن ذكر الدراسات، يعني الدراسات هنا في التأمين، also درس في التأمين وخذ الشهادة فيه، في المورجيز which is ما عندنا في الشرق الأوسط، يعني العقارات السكنية، ولا أعتقد هذا اسمها في العربي. فيعني استمتعت بالحرية وكل مجال، يعني بدي أدخل في كل مجال وأشوف لوين أوصل. أنا أحد ما استقريت، يعني عندي شركة صغيرة خاصة بي وخلص. سال، نحن يعني وصلنا لنهاية الحلقة تقريبا، يعني حلقة مطولة صارت بصراحة. شو تقييمك لحملة إجهار؟ أكيد بدون مجاملة حملة عظيمة. أنا يعني أثني عليك وأشد على يدك، يعني حملة جريئة، وأتوقع أنك ستكبر، يعني you're gonna be huge buddy. يجب أن ننشر هذه الحملة، ننقذ شعوبنا. تحية للأخ ملهم also، يعني أخونا اللي خلف الأنظار. أكيد أكيد حملة ناجحة. أو تحية رجعنا، عفوا، خلينا دائما البطل الأسود معاكم، يعني حملة واحدة في اتجاه، يعني اتجاه واحد في حملتين، يشار لكم بالبنان صراحة. أما سمعة حق إسماعيل وحرقان وكل البطوط السود أخواننا حبايبنا تحت الاحتلال الإسلامي، لا عندي قبعة، بس أحني رأسي لكم، يعني على الشجاعة، على الشجاعة المنقطعة النظير يا أخوان، يعني أبطال. أنا صراحة يعني أنا مدمن بالسماع عليكم، يعني في شغلي أنا يحق، يعني في الشركة تبعتي، فأسمع برامجكم باستمرار. الذي لا أستطيع أن أعمل MP3، ويعني فخور بكم صراحة، فخور بالأخت المشلب اللي ظهرت على البطل الأسود، والأخت منى اللي طرحوا مواضيع جريئة لا تطرح في مجتمعاتنا، في فضائياتنا وفي شيوخ الجهل لا تطرح بالمرة. يعني حملة عظيمة. شكرا لك، شكرا لجهودك الجبارة، وأتمنى يعني أي شيء تحتاج أن نقدم المساعدة. تحية أوصل لأخ خلدون ورفاقه، كل من يحاول أن يشعل شمعة في هذا الاتجاه، وخاصة دائما يعني شد يعني الإخوان الذي أعلنوا من داخل الاحتلال الإسلامي. أحمد حرقان وقصته يعني تبكيني دما ما حدث له ولعقيلته، ويعني
مع الأسف الشعب المصري شعب الحضارات، شعب الفراعنة من أول الحضارات يوصلهم الإسلام إلى هذه المرحلة. بس كما تعلمنا من التاريخ معظم هذه الحضارات والإمبراطوريات تصعد 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 وتنهار. انهيار الإسلام أعتقد قادم ومن داخل الإسلام، ولا يستطيعون منع هالحملة، حملة الإجهر ولا الحملة المعلوماتية. بكل تأكيد أخي سهل، بكل تأكيد. يعني الإسلام أنا دائما أردد أنه سوف يسقط كما سقط الاتحاد السوفيتي بشكل مفاجئ وسريع، يعني وراح تكون له ضجة في سقوطه، وأنا متأكد لن يتجاوز العقدين من الزمن من هلا ويكون سقوطه مدون مثل ما بيقولوا. على كل حال أنا أشكرك كثير أخي سال، وشكرا لوقتك أعطتنا إياه. شكرا لك يا صديقي، شكرا لك، يعني شرف كبير لي أكون معاكم وبجانبكم مع كل إخواني الملحدين اللادينيين اللادريين everyone، يعني وخاصة هذه العقيدة الإسلامية. شكرا جزيلا لك يا جان، شكر خاص لزوجتي أوصل إنه دعم مستمر، شكرا لكل من كان معنا هنا مشاهدينا ومستمعينا والذين سيشاهدون هذا، وشكرا لكل السيدات مرة أخرى. وشكرا لك أخي سال، وأنا يعني وجه رسالة للأخوة المؤمنين اللي حدثون عن قدرة محمد بالطيران ولا قدرة الله بالوصول إلينا، إنه يا جماعة اقرأوا افهموا، أنتوا بالنهاية ضحايا لهالفكر الوسخ هذا، لهالفكر الإجرامي، لهالفكر الصحراوي المتعطش للدماء. أصدقائي شكرا لكم. ممكن عفوا ممكن أنهي الحلقة بتلاوة مباركة؟ تفضل. Well أحب أن أنهي الحلقة بالصلاة والسلام على سيد المرسلين والخلق العقل البشري، وأقول لكم يا أخواني لا إله ولا الله ولا قثم ابن آمنة رسول من الله. عقلك ومخلصك يا حبيبي يا أختي يا صديقي، تحية لكم وشكرا جزيلا. شكرا لك أخ سال، وشكرا لكم أصدقائي، نلتقيكم في حلقة قادمة أكيد قريبا، يعني انتظرونا، وأتمنى تكون يعني استفدنا واستفدتوا من الحلقة. شكرا لكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا لك، شكرا للجميع، تحياتي.